فضيلة الشيخ، هل هناك سنة مشروعة في ليلة النصف من شعبان؟ فقد رأينا نشرة مضمنة بعض الأحاديث في فضل هذه الليلة. نعم. وقد صحح بعض هذه الحديث بعض المحدث. نعم، الصحيح أن جميع ما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان ضعيف لا تقوم به حجة، ومنها ما أشياء موضوعة مما ورد، ولم يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يعظمونها ولا أنهم كانوا يخصونها بعمل، ولا يخصون يوم النصف بصيام. وأكثر من كانوا يعظمونها أهل الشام التابعون، ليس الصحابة. والتابعون في الحجاز أنكروا عليه أيضا، قال لا يمكن أن نعظم شيئا بدون دليل صحيح. فالصواب أن ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي، لا تخص بقيام ولا يوم النصف بصيام، لكن من كان يقوم كل ليلة فلا نقول لا تقوم ليلة النصف، ومن كان يصوم أيام البيض لا نقول لا تصوم يوم النصف، إنما نقول لا تخصها بقيام ولا نهارها بصيام.